وكمان الصوفية مجدة حصلوا مرحلة يكتبوا حجبات للباطل وللسوء وللزنا. الكتاب بتاع الطبقات والضيف الله في ترجمة حسن وتحسونة، واحدة بتعزينة عندها بيت بتعزينة الله يكرمك، مشت للشيخ قالت له والزباين قال له اكتب لي حجاب، مش المفروض يوعظها؟ قول لها بنت الحلال انت شغلك كده جنو، ربنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ويبين الله الادلة وان الزنات والزواني يوم القيامة عذابهم بيكون شديد الى اخر، جيب لها الحديث. قالت له والزباين قال له يا ابو الشيخ اكتب لي ورق، قال كتب لها ورقة فكثر الزباين جدا. امتى بيقوا في ناس يحجزوا بالطوب وفي كلام طويل جدا يا زول. بعد شوية الورقة بتاعتها تفكت، مشت للواحد اللي بيجلد الورقة، قالت له ابويا، قالت له طبعا الورقة دي يعني اجلدها لي لانه دي عندها شغل براو، اللي بيجلدها فتحها قال لها انت الورقة دي اللي كتبها لك منو؟ قالت له كتبها لي ابويا الشيخ حسن وتحسونة. قال حسن وتحسونة ما نبزك كيف؟ قالت، قال لها حموزة مهيوبة حمراء مقلوبة تقلب الهوبة في جزائر النوبة. أنا طبعا ما بفسر وإنت ما تقصر الكلام ده، أنا لو قلت لك كلام شين جدا. دي قاعدة دي الحجبات، حجاب تكتب لزول حجاب عشان هنا بيت الزينة يشتغل كويس. طيب